Hello everyone, this is Chef with you all the way from Norway. In the following series, I will present موز ناضج عدد اثنين بنهرسهم جيد بنوضع بيض عدد اثنين الحجم ما في مشكلة في الحجم الموز أو حجم البيض ما في مشكلة نخلط المكونات مع بعض نوضع حليب اثنين معلقة كبيرة او ممكن نستغني عن الحليب او ممكن نستبدله باثنين معلقة ماء قليل من الفانيلا بيكربونات الصودا نص معلقة صغيرة ، ممكن نبدلها بمعلقة صغيرة بكم بودر ، اربع معالق كبيرة كاكاو خام يعني تقريبا ستين جرام ، بنحرك المكونات جيد حتى تنسجم تمام ممكن احنا نستخدم اي وعاء مناسب او اي طبق مناسب للميكرويف ما في مشكلة الحجم ممكن احنا نعمل نصف الكمية نصف المقادير نضاحها بالميكرويف المدة بتعتمد على ثلاث اشياء المدة مقدار الوصفة أو نصف الوصفة إذا بنعمل أو كمية السوائل أو نوع الميكرويف فإحنا مبدئياً نستخدم ست دقائق نعيره على ست دقائق ونشوف بعد ست دقائق بنشيك عليها بعود الأسنان وإذا كانت غير ناضجة بنشغل الميكرويف دقيقتين هيك بعد دقيقتين هيك أصبحت ناضجة والأفضل نتركها حتى تبرد تماما ولكن أنا عشان التصوير فرجيكو كيف شكلها بده يكون ويفضل نتركها تبرد أفضل نستخدم الزينة حسب نظامكم الغذائي أي شيء نستخدم حسب نظامكم الغذائي ممكن فواكه ممكن مكسرات ممكن سكر بديل السكر أفرجيكم إياه كيف من جوا شوفوا كيف كتير روعة ومميزة وسريعة وهي صحية أيضا الناس المتعودة على السكر يجب إضافة التحلية هذا اختياري حسب نظامكم الغذائي لكن هي مش حلوة هي اللي بده تحلية أي نوع تحلية ضيفه حسب نظامكم الغذائي في الله تزورونا بوصفة جديدة شكرا كتير لكم أتمنى الاشتراك بالقناة إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة